مدينة برشلونة، ونقرأ الآن من صحيفة البريوديكو الإسبانية. CIA حذرت من هجوم في برشلونة قبل نحو شهرين. تقول الصحيفة إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA حذرت السلطات في إقليم كاتالونيا قبل شهرين تقريبا من أن المدينة وتحديدا شارع لاس رامبلاس تحديدا قد يعد هدفا مستقبلا للمسلحين الإرهابيين. وقالت إن المدينة باتت هدفا واضحا لهم في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها مدن كبرى في أوروبا كباريس ولندن وبرلين. وأشار حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مرتبط بما يعرف بتنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن هجوم برشلونة إلى أن هجوما وشيك الحدوث في إسبانيا بحسب الصحيفة ذاتها. وقالت السلطات الإسبانية إن 14 شخصا قتلوا، فيما أصيب نحو 100 آخرين من 24 دولة بينهم 26 فرنسيا في هجوم الدهسي بالشاحنة على لاس رامبلاس، وهو ما يعكس مدى شعبية برشلونة كمقصد للسائحين ليس الأوروبيين فحسب.